مدبات كنجمرينا مالتي أقدمي نقول خطكم نزي معززي نزي حدمي أخبركم ممزاكم مسكاناي بشمن بشمان دلوتون كأخبركم يفتو كابزغط اللام باركس مجمبريا كم أخفتي نزي مدباتنا نتوم سواتنا كبرت كموين ني أبونا حاج موسى ربي يرحم الله نعو نخالوت كلاتهم كدميون بحريون بسعاون كم مخفتي كاب القرآن الكريم جنايات بحاو عادل عمر محمد عمر كنسمعنا فيتفضل عادل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. زخبركم أحوات نحات دليت فتحي أقدمي زخبرا حونتاون هاجراون سلامتاي يقربلكم كتيلي أبزي حزبنا هاجرنا كابز حرفة جزية للعلي نعبي حدقا تساطي حلو زول جزية نايك أتسي حلنانا هاجراوي ترنافنان منتي هاجرنا حزبنا كندحن أبزل على درجة كون مدرخ زطول بزولو جزية حدي خبتي نزي نايك أتسي حلنانا كيف زبل إتوم مئنتي فتحن رحوان سلامن إلوم زل على وقاهي وطوم زخفلون كموين تقاوموهم بالزفل عليه ملكع زقلوتون أمو أبسلمات قدابو دين أي جفجافي سرعات تدابينهم زلو بمذكر نتي نسوم استسوؤلو ويمونتو جنا عبي وقا زخفلو زلو عبيتن ناشتون بمذكر فتحن سلامن أبها قرنا كساب زي سفنه أسر نايتهم زحالوفو بمحاز إتي غادسي خنكتصولو حلاف النت نايكلو دلاي فتحيو زخبركم أحواتن أحاتن عمي كمزا علات زياء مالت علات سلسة ورح أسر تحادي دحري إتي حربنيا أبونا حاج موسى محمد نور أب مأكل أسمراء أب قطري بتمرتي دياء الإسلامية نتمهرون ولدن أكيبو زسمعو تاريخاوي قلاتو أمو كم سعبيرو زستبقسي سورة آخريان زسحاقو مأساتي ناي أبونا سوء حجي موسى كالوت أكايتي إتي بتمرتن دمسينا تومن ناي كلهم نحلنا أسراتنا نعلم نسم نمسمعن نتي جفجافي سرعات كا تزغبرو زلو سباوي جهستات كلو دلاي فتحي اوشتن ابدغن بحاجة دمسي فوقكم زبلون زاسرن تاسرن زقتلن تقتلن مسرح لاي فتحا وقاتسي كمزي عقتون نمرقات ابقدمي نايش ودن برلمان حبيرنا
ተጠው ኢልናሉ ዝነበርና መዓልቲ እዩ። ከምቲ ኩሉና እንፈልጦ ከዓ እቲ ኣብ ስተቆሎምን ዋሽንቶንን ብዕለት 3/11 ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ዝቐፀለ ሰሙናት ኣብ ብዙሕ ከተማታት ናይ ዓለም ብዘደንቕ ኣገባባት ኩሉ ደላይ ፍትሒ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖትን ብሄርን ሓቢሩ ተቃውሞኡ ዘስማዓሉ ሰሙናት እዩ ነይሩ። እንሆ በዓል ድሮ ሓደ ዓመት ሓሊፉ ሎሚ ከዓ ደጊምና ብሓደ ኮይንና ዓመታዊ ዝኽሪ ሰውራ ኣኽርያን ዕላማን ቃልስን ሓርበኛ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ገና ቀፃሊ ምዃኑ ንምርግጋፅ ተኣኪብና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተረኽቡ ኣገደስቲ ተረኽቦታት ከዘኻኽረኩም ኣፍቅድለይ ድሕሪ ኣሳታት 5 ወርሒ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝኣተዎ ቓሉ እቲ ዝለዓለ ዋጋ ህይወቱ ክኸፍል ድሉ ምዃኑ ሓርበኛ ሓጂ ሙሳ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ። ከምቲ ብህይወቱ ከሎ ንስርዓት ህግደፍ ዝረዓለ ድሕሪ መስዋእቱ ከዓ ስነስርዓት ቀብሩ ድሕሪኡ ኣናብስ ገዲፉ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘበስር ሕጂ እውን ንጨፍጫፊ ስርዓት ህግደፍ ብዘርዕድ ኣገባብ መንእሰያት ረሲኡ ተሰኪሞም ሕጂ እውን ደጊሞም ነዚ ስርዓት ኣርዒዶሞ ነቲ ሬሳ ኣብታ ናይ መጨረሽታ ማዕርፎኡ ማዕርፎ ቦትኡ ኣብፂሖሞ ድሕሪኡ ከም ኣመሉ ወየ ጨፍጫፍ ስርዓት ህፃናት ትሕቲ ዕድመ ኣዴታትን ከይገደፈ ብዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዝዓይነቱ ብኣሚኣት ዝቕፀሩ ንፁሃን ኣብ እስሪ ቤት ዳጒንዎም ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ገና ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣለዉ። ደበስ ናቶም ናይቶም ተሰውኡ ይኹን ናይቶም ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ዘለዉ ከዓ ኣሰርናቶም ተኸቲሉ ዝስዕብ ዝህሉ እዩ። እቲ ተስፋ ዝህብን ኤርትራ ብዙሓት ጀጋኑ ከም ዝወለደት ዘረጋግፅን ኣሰር ናይቶም ዝሓለፉ ተኸቲሎም ህይወቶም ክኸፍሉ ድልዋት ዝኾኑ ውን ኣብዚ ዓመት ርኢና ኢና። ከም ኣብነት ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ብርሃ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኑ ንዲክታተራዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ዝገበሮ መፀዋዕታ ቅድሚ ገለ ግዜ ርኢና። ከም ውፅኢቱ ከዓ ተጋዳላይ ብርሃነ ብርሃ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዩሎ። ሕጂ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ከዓ ኣባ ተኽለ ሚካኤል ተወልደ ካብ ከተማ ሰገነይቲ ዘመሓላለፎ እዋናዊ መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮ ዘሎ ፃዕዳ ፊኖን ስሚንቶን ኣይኮነን፣ ኣብ ኤርትራ ሕግን ህዝብን ዘማእከለ ምሕደራ እዩ ዘድሊ ዘሎ ዝብል ሓያል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እዚ ክልተ ኣብነታት እዚ ዝሕብረና እንተ ደኣ ሃልዩ እታ ናይ ፍርሒ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝሰበራ ኣብ ማእከል እዚ ጨፍጫፍ ስርዓት ኮንካ ዓውልካ ድምፅኻ ምስማዕን ድምፂ ህዝብኻ ምስማዕን እነሀ ቀፃልነቱ ንሪኦ ኣለና። እዚ ከዓ ቀጥታዊ መልሲ ነቶም ዓዲ ሰላም ኮይኑ ሽሻይ መሊኡ ዝብሉ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮን ዝደልዮ ዘሎ ህዝባዊ ዕርቅን ምሕንፃፅ ደቡን ምፍታሕ እሱራትን ምንጋስ ሕግን ምዃኑ ብንፁር ዝኣስቢሮምሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሽግ ናይ ሓርነት ፍትሕን ሕጂውን ብቐፃሊ ክትበርህ ህይወቶም ክኸፍሉ ናብ ሓደጋ ዝሳጥሑ ምዑታት ኣቦታትን መንእሰያታትን ከም ዘለዉ ብስራት ንደሌቲ ፍትሒ ራዕድን ሽበራን ከዓ ንህግደፍን ሰዓብቱን ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋትን ኣሓትን ስቡእ ሓጂ ሙሳን ኩሎም ንዕኡ ዝመስሉን መልእኽቶም ሓንቲ እያ፣ ሕግን
ፍትሕን ዘይብላ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ምዕባለን ክርከባ ስለ ዘይከኣል ነዚ ንሃገርና ዓፊኑ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ኣልቢስና ብሕግን ፍትሕን ዝግዛእ ስርዓት ምትካል እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ደጊምና ኣልስና ምእንቲ ፍትሕን ሕግን ንሕግሰሉ መዓልቲ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና ፍትሕን ቅሳነትን ከዓ ንኩሎም ናይሕልና እሱራትና ንምነ እንዳበልኩ ቃላይ ኣብዚ ይድምድም። صحبي ونورا الإخوة الكرام الأخوات الفضليات نرحب بكم في هذه الأمسية أرحب بكم باسمي وباسم اللجنة المنظمة في هذه الأمسية وهي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة مدرسة الضياء وقائدها الشهيد الشيخ موسى محمد نور ذلك الرجل التسعيني الذي وقف أمام سلطان جائر وقال كلمة حق وذلك من أكبر الجهاد عند الله أن يقول الرجل كلمة حق في وجه سلطان جائر. والحقيقة مرة إن قلتها مت وإن لم تقلها تمت إذن قلها فمت وذلك ما قام به الشيخ الشهيد موسى محمد نور نسأل الله له الرحمة والمغفرة. أولا نترحم على الشهيد موسى محمد نور وأرسيه بكلمات قالها أخونا ياسر محمد علي وهو زميل دراسة كان في رسا الشيخ أبو هاجر. فحاج موسى لا يبكى بسكب مدامع وتصاعد الآهات والظفرات تبكي على حاج موسى أسد كشرت أنيابها للأخذ بالثأرات فمن سيأخذ بثأره ومن سيأخذ بثأر الشعب الأريتري. فنسأل الله إن يعني الأمة ترجع لبعض أول الشعب الأريتري قال يعني زي ما بقولوا قالوا بنحبك يا وطن قال أول حب بعضكم. نحن أول شيء يعني يجب إننا نلتف حول بعضنا وأن نهتم بقضيتنا وأن يكون لنا أهداف نمشي من خلالها من أجل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء منذ فجر الثورة الأريترية. فلا أريد أن أطيل عليكم وأترككم لمواصلة البرنامج إن شاء الله ونقوم مع بقية باقي فقرات هذه الأمسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بك السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم زعمكم زناشكم عبوتاتي أبديتاتي أخواتي أحاتي وسلامتكم محلال شفرتو جزاء معتزياء عبي معتي ولا حجي موسى محمد حربينا ولا الله رحمه لجنة يبنون بحر جنة موسى طويل جزاء معتزياء عبي معتياء تن ذكرى زي أقاطعمي كمي قد سبعت من صحبه في المؤمنار إنا ليرنا مالتي وتي قدائي القتاتي لنا أبونا حج موسى وسيا حضر قدي في لنا قيد الله إذا حضر زي تائم تينا نسل حتى يوم نسل كأيمان طوي نسل مكفخ سبعو بهسات إيو سبعو بهسات كأ زي زنبر عبي تقارلون كالسن زي تخايدي أب حزبي أرترا عبي بحبار كريستيانو مسلم بحبار كوينو نتي مسوعة النت زي تفادي وحبر زي حجي بتحنا زلنا درجة بتحنا لنا وصلنا هنا شما شما إلنا حزبي أرترا حبلناتو عقيمو كلو أسلام مايو ورسليا كريستيانو كيف لا لقى أو رجع عليك كبرك قبيلة كبرك هيمانوت كبرك زوج بدأي نهاجر بدأي كله بحلف نتاو درجة كن ردي زلنا تصفى في قرنت تهزبي قال سوق تيلو حار نتاو قال سوق تغناتيفو فتح زلو سلام رهوان سانتن كنت على هزبي أترى زي لا تلاقو نحن تهزبي هاجر نعلو كله إن شاء الله ربك أحب زلنا أجوكم
عجنا وزي نقولكو نبتون حلفاء بروجرام زمرح حاولناكم حلال فيه عجهم. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا حواتم كموين حفتنا خديجة التي ذهبوا قال ناي كما قالوا تي ناي زمعات مالتي حي الحمام وكيلهم ذهبوا قال نمزقنهم قال ناي سلفنا دا إلترا بهاو برهان عمر سمعنا برهان عمر فليتفضل. والآن إلى كلمة النهضة الإريترية بالأخ برهان عمر فليتفضل. السلام عليكم. مجمّر يا خبركم من زخبركم يا أحمد كمون حلفتي سلفتات عبارات سلفتات توسع خون نزي تاريخ عام عالتي نفضل الخمسة دارهم شمال البيتات مجمّر يا شمين شمي سلفنا دائرة ترام عليه كسم معرفته بمسألة لو معلتي أكيب النازل له التي نموائل ويكرأ نموائلات تزبي إلترا بمسألة يخون التي حقرون نتعنى تبقون زحلو زحلفون زحلفو زنلو سنكور مسواتتات نخل لحنا أبكرمي بروشو إذا حالفين استفل على الحرب النتائج ببستخ ببز نبرة زي ما علمو قليل كده أي نبرة نزما ألا تزي حالفنا أفتي عشان هاجر أو نتعلم من بنات في الجزيرة بدحيقو بود هاجر زمان بود هاجر زترخ بس كجماعتن قبل الحزب إرسال سجاب حجي خبوس أولهم سجاب حجي خاء يوتنا ودير تراوي أفضل وخزر أبو سخد زيت رخي كل ما لك إذا خمسين خلوا كمن بس هينو أبي إرثان هذ بي إرثان دار بس أبو خصادو بحاف الشيوخ آني نتهز بي ناتون بس هينو بهم كم زي بل جن أم مشار عشاء يا سلاسان حد أكتوبر بجيقنا حد دنيا بنا حد موسى تسنين بزحات الديتات بزحات منسيات زي زيوتي انا ابزي بعد الخلو ازدلي اما شر شابن نتوم سمعت ثابنا وكانتم سعبتم احوات الجنه يبلو زو دحكم يا الله ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 مس مستسير شهادة مستسوى ما بديو بتصحفة حمدي قد من رحبة نيشتي ككفلكو نم يا موسى قرير العين لا تغلق تبلا رزدي هوا يا بطل يا بطل مثلك لا يموت أبدا بل أنت حي يرزق فمثلك يا موسى لا يدفن ولا يقبر ولا يحرق بل يزل اسمه خالدا يردد في الآفاق ولا يخلق أي ورب أي ورب ليس الشهيد حيا عند ربه يرزق يا قائد الشعب يا قائد الشعب بالله عليك نم قرير العين لا تغلق فقد أحييت الأمة من سباتها العميق الذي استغرق ونورت الدرب بسباتك المتين وبهتافك الذي سعق أفندت الطاقة وزلزل كيانهم المنهار وبنيانهم الأخرق وبعزمك الذي أبهر العدو قبل الصديق المصدق
فما كان للشعب إلا أن يوحد كلماته ويلملم سفه المشقق. فإذا بالحياة تدب في جسمه، وإذا بالدم في عروقه يتدفق. فنم يا آبانا بالله عليك، نم قرير العين لا تقلق. ربان سفينتك المؤهلين من عندك هم كسر، فيلق يليهم فيلق. دربت لهم المثل بسيرتك فلا مجال للشك، والكل صدق. قد أحسنت عدادهم، وليس من دحى بروحه كمن تشدق. فنم قرير العين يا أبانا، يا أبانا الوقور لا تقلق، لا تقلق لا على الربان ولا على الزورق. بالله عليك نم قرير العين لا تقلق، ألا يكفيك ما عانيت قرن من الزمان من هم وقلق، من هم وقلق. نم قرير العين، فلست حياتنا بعدك هي مثل ما سبق. سلال دمائك هو الأحصار الذي يخنق الظالم ويقرح. فقد الناظر قريب بإذن الله يتحقق، وإن طال الليل فالصبح حتما يشرق. فبالله عليك نم قرير العين لا تقرق، لا على السفينة ولا على الزورق، لا على العرض ولا الأرض ومن بها تعلق. كابزات النمباركس قال جبار هجروا نحن بابو أمبر جنفر حوص بالآدم كنسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدمنا كبر سلامتان كلهم نبزا زبان زبنديو جن لومين زخري حج موسى أبزي دوينا بخمزي كنبولو حلفنتنا يوم قرب تحريتنا دخلينا زبير فرا كام أربعتات خمساتات زي بالو قام خفيلو كالس زبير فراون مجلسو هيدلن جن زي بحرياتنا إتسرعات حج زبلو كم كدامون كم جزي الثورة جميرو زور الزنبرة كفتات بزحات كم حج موساون حاولهم تزاربو نيروميوم عددا مع سرطن مقتلتن قوينهم من عربات بات جزي تتي كاميراتات سلزي اللو كخرص اي تخالن سلزي تكبنات نينوي حيوانات قوينهم بدحري ناصرنتون عبيت تركبوتات نيرو لمثاله ناي كوماندو بتسقاس نبره اتي تزقساس نبره غير متغيتي سقاب حجين ريو زلنا ما بالغ بتصح غمت اي نبره نبر تزبس هو عمل عمي ك بكس غير كنت نيرو ناي اكل سنكلان نون كذكري قال ابت كزيتون حزبي زغباس يبون يرتز هون ون قال لي فتحون كم تصدر ليرو بعابيو نايو الدحال فورتو خذكر كلها قوو سعابي سينو قيهمو مالتيو أتليست ناي حاج موسى بدفرت أبطو كوب سب بخمزة عينة تزاريبو كمزة عينة من العال كتري كلها جينا زهاجر تسفى اللواء زبريو بازي تبقي سلماء أبزي عدوية تقصر سنهاي حنا عصر مالت دفيرهم كزارة وزجمروا بزحات ريلنا سلزي عبيدي باباس مشايخ عرششتي كتا عبرترا تحت قدقات السفرون يبطو مسالون مالايا يقولون الزخرتات الزخاء عبقك زيو بخمسة الزكرو عقل داس اللو عنا عدو السياحي لغبرنا زغل كنت أتلاقن بتعمي يشاغليو نادو نحن بايه إرترا مالت كلنا ناكل لغو بحيرو لغو ولا ودهو لغو أوراجو لغو كن نحن تتوصق نتي زوردك نازل لغو وصع حواراويو اتتسالينا حاليو تيشاكوان سلحاتا لإرترا زر لغو مالتي لغي ازي زر لغو نتاك ريب كلنا بمسمسنا السلام خير الله إذا إرترا أبتسنت اللوز نبرت نوع عمدان تخايني مالت سنت ريلنا
لو مقرب زغفر مزقرن تسند على لو مثل كائن سرلو بحر كريب وينا بحسر زبالي مالت تعبا يتوبيا تبني حرم السياس تتقوى الرئي لنا نسوخ أكل بنحريو زغين سرلو كم سمعوا حيل البحر إرترا المسالي لهم حيل البحر إتوبيا وين لهم حيل مدرون نقزا رسو تدوات كل تسراوي تزبالي معاد مدسي زتلسل تتسلسلو عبتي سراح موافر تباهلو تباريسو زبالون أي سعنن قد زبازحة مدسياتنا أب إثيوبيا يسدد الله إزاي بحال وحزي بمرب بفلتت مايتي زرعات مالت وحزي غير الله إزاي حرقين ياي مالت سلسل نزروا عدلو إلى وركن قد يغن اللي زرعبو أجوهم أجوهم كبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بغض عملت ما أن حي الأعمام نزع الدلزي كفيتكم حسب زناح الأخرى دمس أخذنا أخرى كان حرف الزوال كبكم لنا مسجانا إن أغرقوا كم أنت غافلت لازم أرتزي وكو عبد الحمد صلقكم لا بزقوة معلتي لا بركم نعلم مريض إذا مخجّب بزرارة لبي نلبي بزاي ورقة بزاي ملب لب نلبي كم هزبي وخزارني بغضام ما يحج موسى يحيي حج موسى كم شاعر كم قطع مين حول عبد الله بس ما زوره تنكسر ولا كان ما أنا تلبك كان لا لا سرح كي ودا كان أي تنكس بحج موسى سي بزح تقرك بحالك بجزيت لا تحب نتينا كم عدي إذا توليت كا أبا خيو بزعود يا أخي قلت أبو جزيت قلت نتينا أبناء بعض رابطة نسي يقول كا نس بعد حج نورو نس بتوصل لخلفه بزعود يا أخي قلت أب حمسة تاتني حركة من قصص من مسراتنا التقال بحالك إترا بزعود يا أخي قلت بسوساتات بسبعاتات بسمناتات لحل نزلت بزعب حج موسى انت يدخل إذا ترى خطر تلاقوك حج موسى كيل عالك هتحلى هاي كان كاب جزء تلم سقع جزء هذا إيه إحساس أخورك سلذي إنت تعرف مثلا بترقت الجود فوق إنت واتساب دمان سوي مالي مزلو قبل أنزلو خو كنا عندنا حجي حالة بحالة كبار كم سنة هي كبعد جينا بتودد زبون وزير بنت تصفوه جن من تتقلم عاتيو ما نتعسر حالة بحالة كم كشي توهدو خي ترفي أفتا ما صفتهم انتهي في اللينة نحج موسى في اللينة نحج موسى في اللينة أفتا زعابيلا بيتمرتو مستمهارو مستنك نستيقو سنوبرو حاد النت ما كان النت فطورة عسرت شحسب كتاب حريفة إيلو يفلدني راح حج موسى عسرت شح دد حريو خمس قول يفلدني إذا ما كان النت زي تفتيرو إذا ما كان النت زي ما سلسل حدا أكتوبر قلت شح عسر شو حتى عديتات دد دك دد حلك أقول بد ببيت مرتم ترازا فيزم لأسويتم دد حر أبري أبوهم حوهم أركم الحج موسى انتهي لأي حيزو هاتي إسياس إتمعالت تدي ودقي عدوم الوزيو عديتات أقولت من إسيات نتختم بذبي صمم طوات أتسيرون مو يوم يوم سلام انتهي إلي ودقي زبل حطو نابا أنا تزيري باخر سكاقل إسيات يودو نقول لهم نقالي ببهرو نقالي بهايمانتو نقالي بعدو نقالي بأوراجو نفس وكفنا أبكرنا عاتيو حمد قيرنا نفس وكفنا أبكرنا عنا أبداسنا نبكر لنا أبزي أيزنا برزولو أتسي إسياس سلازي زي أتحكي كاب نفس وكفنا أبكرنا عنا وزينا كاب نفس وكفنا أبداسنا وزينا أبني حبار داسكننا با
بحبر ببكي بحبات البكي أبس جمرنا الأول أزي إسياس نيم عالت قدام أبا تخلي برهان أبا تخلي مكايل تولدي تزاربوزو أسرت حموش تلاقون تتسمعوا اللي تزارب يكونن نازم أبو نهي بيت خرسان كاثوليك أوش تسجل يتقينهم تزاربو سلزي حاج موسى سرحكا سرحكاها وخسر رحكا سرحكا دوارا سرح تحرت سريحو السرح سرح زلو السرح نازلنا قالسي طول قبل عمل طول عندها نسكا زمت سلامبر دكسي لكا كم ناي سورا ناي مصر ناي تونس كومو خون اي كامل حجي قل نزرباين مززام كاب نفسه كف كرنعنا نمسا كاب نفسه كف داسنا نمسا بحبر كنا بكس كنا بحبر كنا نمكي كم بكي دما تخور منا يكونا نبكي نداوينا دا سرحنا دابخنا نحنا حبيرنا يرتراو النت يملس الله سندابنا يغني الله كان معي محمد كان يسوي جبرتي بحقنا رحمة أحمد نسمينا رحمة أحمد ودي من إذا علوم عتي يا زين هذا اليوم بخبر عاد ما بنزقول له أخيهم سعرون زقولهم بس قال يا بربرهم تعمل نتحوس نحن عملته زي ون كتدارو كل خابز سعرون جزيل جزيل اليوم سدزي نزي هذا اليوم مقربكم تعمل بس قال أنا خابز طرفة بس أنا لو ما عندي ما يجي أبونا جموسا تغيير زقولهم مسوات النت زخفوا له أدمن بتعمي قدام النت كم أبونا مثلا أحزين النايو مهنياتو بزي عدم زي أبونا أبزي أبن هاقرات كريكا لنا أب بخندي هنكاقي بخندي قوس قساني مزخلو نريا بنا بزي أبنات عدتات مهنياتو كندي سميسر لوسط كيو كندي قيلة بزحي حكا غزلو قل أبونا حاج موسى قنا بتي من جرشتا عدميو بخمزي تدربيو بمهدو حاميمو من مجرشتا قب دك أخريا حباي سميتي مسؤول تأسرت حاميم كان لها موني قريل كوتا لومو أنا أيوتني لومي أيوتني سمح أيوتني دك أسيري دك أستيو تأسيرن أحواتي تأسيرم من سيات تأسيرم أنا بزي أيدي موتيلو تقول صلتو زخفالي أبونا سنزي إزي بتعمي ربي إن شاء الله يرحمه يرحمه وإن شاء الله في جنة الفردس العالم كابزيز غنسينا فأنا توم تأسيرم ذلو لكنا أحواتنا كله يتسوي لي تأثيرين له أحواته لي تأثيرين له بزي من فل لاي كله تأخرية زقمت أخرية هاني لاي كله هبرت سب بتاعه فلا لاي زي بلا بقومي نعبينا بقومي لك حاول بقومي أحواتكم يا بلال عادي تاني فلي هاي ما أنا تاني فلي بخمسين نعبينا بخمسين سنة زعبي خاتي فقري لاي أخرية هاني بتعمي كله يتأثير ده بخير يتأثيرين له كله تجي كله بكي ده سنزي زعل زيها ذكرنا تأثيرونا أحواتنا تأثيرونا أب تحت المريض لو عشت قلقت نتسع لهم زيهم هابين لهم نبال لهاي من فلت مغنياتو أدتات بخير لهم حالة ودنا لو تأثيرون خلطة ودات لو تأثيرون حانتو قال للا تأثيرا سلسة ودات لو تأثيرون ذكا يقاب شو عدت عمتات حيسكا سرع سمانيان حالة عمت أبونا حجبران كلهم زياتهم تحقوا زقبهم جزير أبي أعطي يوم على الله وليوم هي وتوما يلو وننفلت النوم سنزيد نزيوم مثل الله خارين يقصر زي أي خبز زلالي وانا تسألنا نلكس لكنا خدكت الله لكنا تأسيرهم لكنا إنفاسا جونا الله أحواتنا كلما بوتاتنا عبي تسوت أديتاتنا كلك تأسيرا كل أخريا حزين وكل إسبير ترى حزين إلى الله ترى أخريا ولا يكون جن كافت أخريا سلد متت من شيء أخريا سلد العلي يتصور عيوكم جميل نمبر كاب كل زلمة بمن إرتاز زلمة تشوفين تأسير زلمة سلزي أحواتين أحواتين أبواتين أحواتين أديتاتين كل خاطر أحواتين لتس نبارة غير زتغير زلمة بتعملين على زحزني سلزي إن شاء الله نجمع زلمة كده لتس خمس طرفين نقول لهم نظام ندعم لهم شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بحفتنا حنان محمد صالح كنسمعنا، والآن إلى كلمة من الأخت الكاتبة والشاعرة الأخت. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم نجتمع في هذا المكان في ذكرى انتفاضة مدرسة الضياء في 31 أكتوبر 2017، وهي الانتفاضة المباركة التي حركت الشارع الإريتري في الداخل، والتي تمت عقاب اعتقال الحاج موسى محمد نور الذي وقف ببسالات ضد طلبات وزارة التعليم الإريترية التي ألزمت بها جميع المدارس الدينية في إريتريا، إلا أن إدارة وطلاب مدرسة الضياء كان لهم الكلمة والرفض لتلك القرارات التي تجاوزت الحدود التعليمية والتربوية إلى الحدود الدينية، والمطالبة بنزع حجاب الطالبات وإدخال مطالب تخالف إدارة المدرسة. ونحن إذ كنا نتذكر في هذا اليوم أحداث تلك الانتفاضة المباركة، فإننا نتذكر الحاج موسى محمد نور شهيد كلمة الحق عند سلطان جائر مستبد. الحاج موسى هو من حافظ ودافع عن كرامة وحرية وحجاب المرأة الإريترية المسلمة. الحاج موسى المناضل عمليات فدائية أبان الاحتلال الإثيوبي، وهو الذي لم يضعف أو يستسلم أمام سنوات العمر ومضاعفات المرض، بل قال كلمته بشجاعة رافداً الردوخ وليموت دفاعاً عن دينه وعرضه. ومنذ 31 أكتوبر 2017 وحتى الآن شهدنا أحداث كثيرة، ومنها المظاهرات التي شهدتها العواصم الغربية من قبل الإريتريين تأييداً للانتفاضة المباركة وتنديداً لموجة الاعتقالات التي تلتها، ومن ناحية أخرى إيصالاً لتلك المطالب وتعرية للنظام في المحافل الدولية المختلفة. وشهدنا خلال هذه السنة وفاة مفجر انتفاضة الضياء الحاج موسى في شهر مارس في المعتقل، وما تم في جنازته وبعدها من اعتقالات مستمرة في صفوف الإريتريين المشاركين في الجنازة، وكل من اعترض أو رفض تلك الاعتقالات والتي لم يسلم منها أي أحد. تلك الشعلة التي أطلقها الحاج موسى والتحدي الذي نثر بذوره في نفوس الشباب والأطفال ما زال ينمو ويزيد حتى يأتي التغيير، والذي هو نتيجة لتراكمات من التحدي والصمود والرفض والوعي الذي أصبح فيه إريتري الداخل الآن، وهذا ما رأيناه من خلال التوثيق الذي تم للأحداث من قبل الشباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. رحم الله الوالد الحاج موسى محمد نور، ورحم الله الأستاذ محمد بشير مؤسس مدرسة الضياء، ومنح أهالينا في الداخل الصبر والصمود، وجعلنا وإياكم صوتا للحق وسندا للمظلوم وندا للظالم. وأخيرا أشكر القائمين على هذه المناسبة والتي أحيينا فيها الانتفاضة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفتنا تلا داليد تبرعنا سمينا زي حسب أستاذ حنان تقريب دي عارب دوز علي فيه دي عمد فيه بزورا انت داليد بحقي من حاج موسى تزقو هو مأكل كبدا عدي بالتعمي نسل ناي زغول حيمانوت زغول يقول السب حيمانوت خون بحلو خون مزتم كفو تطوي له نزم لازم كتبه مو عبز كان سرعات تعمي حدا حدنيا يوم درس عايز يوم سب نتاني في الموت كلنا موتنا ذكرنا هذا
حجي موسى قلت تذكر يوم ذكر أنا هما تذكر يومين لازم تذكر برس واحد سرح عبي نجاريكم هم كل هم كرم يوم زنبارخون دحر يوم زنبارخون كنا احنا نعطي كورو بستحقة بالدلي ارتوان نحط نجار انت الأحجي حجي موسى استرخبه كل قزيب في فيسبوك رئيسي تايمة صدح حجي يلعنوا الزهزبي إلاس عنا درح زيكم كوب سوسا كومو تايز بحر نيرو كده فهم حلاي أفتح عدو زرلو نحن أخي تاقر نال حريو أفتحها وحدا نقر كل عقل الله هو دحريو كله تايز بحر نال يموت نمن تاوي أي رجاء نينيو سلازي أفتح إرقر زرلو بزوح الحامي عنا نحن أبس عد حقي عد ديموكراسي ذات أمتنا تاقر نال حريو نشعى بزوح انرجي مني دمسترش كي قلة 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 تحرق ترسعه زي السنة تنقر يتطبع نقر من داك أهام خير يتحمع نقر دن تعتبر على خير بزوح زي تحساس من نقر كابز حليفة سلح عنده بنت دزارون كبني أنا ليكا أبزي محاجم وصاخ العلم بحاك الكرعتين يعني اللي بارا زيح تي حمد نشتا نقر مزعراني حجم مساخ زارم ليلي زم سمايت يوم المثلو بيوم انتي عالي صوم تي بيتي بيتك زكون زخونا نيو بسد مثل بمعنى تي عيد تنقفوني اتي زونونا نقر علي كونونا بنفوني تي خلال هيك عاب خمد الله ينك خدن عالمي لهم يوم دفيرهم من سوايت يوم بتي تبرز هون جنينتهم كان كذكرهم يقفع إذا خاني حيوانو راح توكيسو زي من سوايت يوم سب أو مثل ناو مثل زاني بناي أجد عمي ود أخري خوينهم أجد عمي من سوايت يوم جبرت خوينهم سلتي تقال نتهم نعملو إثراوي قال كزارمو زقبو قالي سلتي من سوايت يوم أب جبرتي أب أخري راح توصلهم كي يعرفوا أملو نعرف راح ذي أرض تزارم سبزخون عبي حابين كبرين كنبون يقبلنا يا السلام سامي التصفي بار نزاي فلتو لمالتي لو معلتي أبزي تأكيد نار وزلنا نزخري يا بونا حج مساي كم أبونا حج موسى زعم السلم بزحات جغانون بزحات حربين نتاتن حليفهم يوم أزوم نريهم زلنا أوكا حربين نتات كم أبونا حج موسى يبالج حج موسى اتو ساتم وصل وصل قمتي حج موسى ابونا حج موسى وصل وصل قمتي نصوم حليفهم اتسرعت كم زي محرم قلنا بوانو يفوت يوم قل الصوم عبت سرعت تمركيهم وتمازيزهم من النتهم قيرون كحلفو ايدلين مننتهم عقيمهم بهلهم عقيمهم هايمانوتهم عقيمهم حالفهم يوم اتيز حالفو نسونكا نعنا يوم قديفو من ناخيرهم نحنا بمسرتو بقبو حلافنتنا نسكر مالنا له نفس وكفنا نفسنا خنا حتت يقبعنا اندحر لها حرفنتنا نسكر هالينا وهي حرفنت كنسكر دلوات كوينا عبزي وزح كثر وعيلو فلليتنا قديفنا بهذا وعيلو لا هاي مرات في اللي انت لنا هاي مراتنا
أبتي هاجر واحد من نتيجة فتح نيا ورجع حمام ويكاتر يوم أتكلمنا أبتي هاجر وين حد من نتيجة فتح بزي قدس في اللي أبنا حجي أمن طاي درجة بس إحنا خمسة لنا كلنا نريد لنا أكل مع ابننا أكل مع عيننا تكتير وزلو سجماتي إسياس إتاناي ميتشر رشا ألع ويكا سور تعلمو قلت جيروان حجي غير نبينا انتينا مقدر مغنيات دينا الفتر أنا رايكم زود به أنا رايكم زبهره أنا خمسة هاي ما نوتي زلني دينا كنبل أو دينا كن مغنى أحوات لبن كبر أبتنا يمين شر الشيء نبي تحنا زلنا كنتي ألنا ويكا محاري مني وزبلو ردي محاري زبلو ساعات عسر تحدا حمسان تشعة إنا بتحنا زلنا حيجي زدلينا زلو حادنتنا فريرنا أبحالة تتعرفنا بحالة هرمت كنك على سيزلنا حجي نزي قيزي يزي زملكت هون تنسى ايه ارتراي بحالة حجي خلزي عشيشي اللي نحن حرفه ولا هو صعبين انت سعبنا يوم نحوّروا دحنة ألنا نحوّروا كبري ألنا نزي شلالي لنا نحدى حليفنا يقول إساس انتا يقبر كمزلو نريو لنا أبسراويت إيتوبيا تعاقبوا سلطانو كقصن يوزلل لزلو دهر حجي إتا إرترات بحد انت دا إيتوبيا ويان نتيزة حلوة تاريخ كذكروه زيد اليوم نفتز نبرنا يا قلسي كمل لسينا مالتي السخاء كبين وقا كخفل الناي حجي بزاوان زياقن بقلل كنقالا قلنا خلينا حدنتنا فريرنا أبحادة تترنفنا كنقالا استخيمنا سلزي أحوات حجوين لب نوار غني الله عبد الرحمن نمسو وكيليو كزارب نتود وكيليو بلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زي ما أبدأ من الشيء اللي كان يقول الأخ اللي سبقني سامييل يعني نحن في مرحلة حرجة وفي وضع يعني في التغير يعني أو التغييرات موجودة أكثر يعني من قدرته في استيعابها فأقول في شيء فقط نحن نحتاج في هذه المرحلة كإريتريين نركز على أمرين اثنين إنسان وإريتريا ننسى كل شيء آخر كل ما يهم الإنسان في إريتريا كيف يعيش هذا الإنسان في أرضه عزيزاً مكرماً وتسال حقوقه وكرامته هذه النقطة الرئيسية وكيف أيضاً نحمي هذا الوطن أجدادنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا دحوا من أجله يعني إذا ركزنا في هذا النقطتين الرئيسيتين ونسينا كل ما عدا ذلك نبني مجتمع يحترم الإنسان إذا المجتمع احترم الإنسان معناه احترم كل شيء
احترم الدين، احترم الثقافة، احترم المعتقدات. فنحن حقيقة كإريتريين في هذه المرحلة ما نتمناه من أجل إنقاذ وطننا في الظروف الصعبة اللي موجودين فيها، أنا ما عايز أكرر كثير من أخوان ربما تحدث اليوم، المرحلة الحرجة الموجودين فيها، إذا ما تكاتفنا كإريتريين يعني وبقينا يعني في الانقسامات الفئوية أو الحزبية بحيث كل حزب يريد أن ينتسب لمبادئها ولأفكاره، بالتالي هذا سيعدي لأسياس القدرة أن يستمر. لكن الآن يعني في الدقائق الأخيرة موجودين، والأمور أكثر يعني اعتبار في الدقائق الأخيرة كل الأمور أصبحت واضحة لنا. فالإريتريين اللي نادروا من أجل إريتريا فينبغي أن ينسوا كل شيء ويتناسوا كل الخلافات ويوحدوا صفهم من أجل أن يسامح حقوق الإنسان، من أجل أن يخرج كل المعتقلين اللي نرى صورهم هناك، يعني أيا كانت دينهم أيا كانت خلفيتهم، أي إنسان في إريتريا معتقل سياسي وغير ذلك من الأبرياء الموجودين في السجون، يعني نسعى من أجل أن يخرجوا ومن أجل أن تكون إريتريا بلد يحكمها القانون ويعيش الإنسان فيها بالأمن والأمان. وإن شاء الله يعني نحقق هذا الحلم مع بعض، ونتمنى أن يتضاعف ميداننا وجهودنا في هذه المرحلة الحرجة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكس مدباتنا أب مدبدامينا نخيط لنا أب كرمي مدبدام كروز دلي كابتن نايكل لقائب أبونا حج موسى زبلن انتهي من أختي أم حلالي في الله انتهي نوست كباتن قليل حبتن السوز بلنا تايدنا واننت نهزبي واننت هزبي يوانو مهنياتو تابي تمرتي بترمت الدياء كتسرح كلا هزبي كاب جبوء أتراقيمو لسرحة لزخونك اتي سرعات ويتمنقستي حانتي كنتات شمنتوين زيوت سألا حجي تمريسو كوننا أين في قدننا وانننا هزبي أناس سقاب حجي إذن قداي تقالي سي إذن سرعات زي كمزن حطو يقرب الليل له أنا خابل سناتي إزيو إتقند قداي نسخة هزبي كودايكا سلزقنا نهلا كودايكا تركبن إلو أركب نابزو سلزي سلطان كابهزبي نابهزبي كهو كمزروي حبير نمالدي سلزي زيادة كلي كابتن من اختتال أبتن حصر تدقائق حج مساز المحالة نفلنا كبرت واننت مسل نهزبي سلطان نهزبي زيادة كواتن كبرتا كن مهار نخل مالديو حجم باركز كمان نبتا أبزي ترغبكم نزمع عالتزي بخمسين خنبرارو قزيكم أو فيكم دمزاكم مزقانا يبزحكم نابلكم يقنين لي دعو مشاتي كبرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.